ايفون 14 برو، يمكن اكثر ايفون ضحكوا عليه نهار خرج. دايناميك ايلاند، باتري صغير بزاف، ماشي يو اس بي تايب سي، ما كيدعمش الشحن السريع او لا فاست شارجين، وزيد وزيد. فمن بعد عام كامل ديال الاستخدام بالايفون 14 برو، واش يستحق تشريه في نهايه 2023 من بعد ما خرج الايفون 15؟ هادشي اللي غنعرفو في هاد الفيديو. دير معاك لايك، دير معاك لايك قبل ما نبداو. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على التجربة ديالي الشخصية كل صراحة ومصداقية، داكشي بالقافية صاحبي هدا عليا. والناس اللي عندهم اندرويد وغايقولوا واعر داير اشهار الابل وديك الهضرة كاملة، ايه داير اشهار الابل، ولكن هاد ابل ماشي ابل ديال تيم كوك. اش غنديرو بشي ميسي ولا الجوت؟ شوف لنا رضا اللي كيقولوا له العالم الذكي راه غيدير لنا اشهار واعر ويجيب لنا المبيعات. علامة الناس هادو. مهم بدأوا مع اول حاجه اللي عجبتني صراحه في الايفون 14 برو هذا العام هذا كامل، واللي استمتعت وانا كنخدمها تقريبا كل نهار، هذيك ماشي الفاست شارجين، ليكرون او السكرين، شي حاجه اللي الخيال العلمي ديال مشاهده المحتوى والالوان والدقه والسطوع اللي كتعطيه لك هذا ليكرون اللي كاينه في الايفون 14 برو. ماشي بحال سوبر اموليد اللي كان عندك سامسونج ومولف بالالوان اللي مشبعه بزاف، والحمر تيبان ساتوري بزاف والزرق ساتوري بزاف، هذا ليكرون هذه العكس ديال داكشي تماما، فكتعطيك الالوان الحقيقيه بلا ساتوريشن وبلا التشبيع للالوان في حد ذاتهم، فغتحس انك كتفرج بداكشي واقعي حقيقي، الدقه ديالها واعره بزاف. كنتي من الناس اللي كيتفرجوا في المحتوى بزاف والافلام والفيديوهات فراه غادي تبرع، كنتي من الناس اللي باغي يدير شويه ديال المونتاج والفوتو ايديتين والكولور جريدين والكولور كوريكشن وهادشي هذا كامل، فراه غتبرع بهاد ليكرون صراحه، من افضل الشاشات اللي جربت في الهواتف الذكيه بشكل عام. زيد على هادشي دايناميك ايلاند او ديك الجزيره اللي كاينه الفوق واللي طرولوا عليها بزاف فاش خرج الايفون، واللي كلشي تيقول لك واه سامسونج فيه غير ثقب صغير في الاول وانتم مازال عندكم الدايناميك ايلاند وهادشي هذا كامل، فصراحه من بعد جوج سيمانات ولا ثلاثه سيمانات ديال الاستخدام ما كتحسش بها انها اصلا كاينه، خصوصا انها كتعطيك نويطات واعرين بزاف الا كنتي بحالي كتفرج في الماتشات وكتبغي تعرف النتائج المباريات، فراه غتعرفهم كاملين غير من الدايناميك ايلاند. كنتي كتلوح لي ستوري في انستغرام وبغيتي تخرج تمشي لشي ابليكاسيون اخرى، كتبقى لك ستوريز ديالك كتبان في الدايناميك ايلاند، يعني بحال ابل عرفت تستغل ديك المساحه اللي كاينه تما. بطبيعه الحال ما كرهناش انها تولي ثقب صغير، ناس سامسونج غتعجبهم هاد الهضره، ولكن على العموم المهم ما غتحسش انها كاينه، ماشي شي حاجه اللي هي غديرونجيك في الاستخدام ديالك للايفون. واحد السؤال جاني في بالي غير دابا، شنو هي الحاجه الوحيده اللي كاينه في الايفون اللي كتخلي الناس يمشيو يشريوه بهذه الاثمنه الخياليه بزاف من غير انه يدير ابيل ويبين تفاحه من على برا؟ بنات الله وعليك. الكاميرات، تريبل كاميراز او ثلاثه ديال الكاميرات اللي كاينين في الايفون 14 تقدر دير بهم كل شيء حرفيا، ضرب تصور بالليل بالنهار الصباح في العشيه، بغيتي تصور بورتري ناضي، بغيتي تصور فيديوهات 4K 60 اطار في الثانيه كاينين، بغيتي تصور سينيماتيك مودول HDR كاينه، كانت الاضاءه ضعيفه غادي يطلع لك فيديوهات زوينين، كانت الاضاءه واعره غادي يطلع لك فيديوهات وصور واعره بزاف، ما كانتش الاضاءه كاع بجميع الحالات راه غتاخذ تصاور اللي هما محترمين. الخلاصه ديال هاد ثلاثه الكاميرات راه شي حاجه الخيال العلمي ديال التصاور والفيديوهات اللي غتاخذ من هذا الايفون. القضيه اللي ما كنلقاوهاش بزاف في التليفونات الاندرويد من غير بعد هواتف الفلاكشيب ديال هواوي وديال سامسونج، وهاد القضيه هذه الصراحه لعبات لصالحي، لان بمجرد انني كنبغي ناخذ شي تصاور ولا فيديوهات سينيماتيكس فما بقيتش نفكر انني نمشي ناخذ الكاميرا والترايبود وكاع داكشي كامل، فالايفون غير من جيبك كتاخذه كتضرب تصاور واعرين بزاف، كتصور فيديوهات سينيماتيك ب 4K 60 اطار في الثانيه، شي حاجه اللي واعره بزاف والكواليتي ديالهم راه ما يمكنش، راه الخيال العلمي ديال التليفونات. كيفاش ابل قدرت تخدم السوفتوير والهاردوير والتريتمون ديال داك التصاور والفيديوهات باش تطلع لك واحد الكواليتي اللي هربانه بزاف؟ صراحه ما عرفتش الاجابه ديال هذه القضيه، ولكن كنظن ان شاومي وان بلس وبزاف الشركات اخرين خاصهم يتعلموا من هذه القضيه. زيد على هذا الشيء الباتري اللي كاين في الايفون 14 برو ماشي البرو ماكس اللي هو 3200 ملي امبير، فواخا الحجم ديالو صغير راه كما تنقولوا كيدوز معايا النهار كامل بلا حتى شي مشاكل، وكنهضر على النهار كامل راه مستخدم كثيف اللي غادي يفتح تطبيقات بزاف، اللي غيصور فيديوهات، اللي غيدير لي زابي، اللي غيخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي، واللي غادي يقصر شويه الجيمين مره مره، فعول على النهار غادي يدوزوا معاك بكل سهوله. فصراحه ما عرفتش ابل كيفاش دارت ليها باتري صغير تيعطيك نهار كامل ديال الاستخدام، الحاجه اللي ما كنشوفوهاش في تليفونات الاندرويد، فوان بلس 4000
7500 ملي امبير 5000 ملي امبير ما تيكملش معايا حتى نص نهار بهذا الاستخدام هذا اللي تنخدمه في الايفون. زيد على هذا الشيء معالج A16 بايونيك اللي كيجي بمعماريه 4 نانومتر داير خدمه نقيه لونغلي نقيه. فكنتي جيمر وكتقصر بزاف وبغيتي هذا المعالج يخدم لك الجيمين فراه غادي يخدم لك اغلب الالعاب اللي كاينين حاليا بالالترا جرافيك ديالهم. كنتي شخص كيفتح تطبيقات بزاف وكيانصاري تطبيقات بزاف ومحتاج الملتي تاسكين في داك التليفون فراه غادي يقضي معك الغرض لاقصى درجه ممكنه لدرجه غتبدا تفتح وتسد التطبيقات تيبدا يقول لك هو ارى الا كاين منزل. واخا هادشي كامل اللي دوينا عليه مزيان ولكن ضروري غيكونوا نقاط سلبيه في التليفون واللي ما عجبونيش في الاستخدام ديالو في هذا العام كامل من غير الثمن ديالو اللي طالع بزاف صراحه. ماني. اول حاجه ما عجبتنيش فيه واللي الصراحه ما ارتحيتش ليها ما فيهش الراديو. ما منحقيش انا نسمع الراديو راه نوكيا داير 150 درهم وفيه الراديو. لا عنده بصراحه الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه واللي مرضتني صراحه واللي هي حاجه وحده تقريبا اللي لاحظت ان بالفعل كاين فيها مشكل اللي هو الشحن السريع او الفاست شارجين خصوصا لك انت غادي تحول من تليفون اندرويد للايفون وداك التليفون اندرويد تيدعم شحن سريع تنهضر على 65 واط 120 واط ديال شاومي الوان بلس هواوي كلهم تيدعموا شحن سريع اللي التليفون كيتشارجا دغيا فراه غتعاني مع الايفون 14 برو فهنا كيدعم شحن سريع بقدره 20 واط الله يجعل البركه. ولا شي حاجه ولا شي. فالحل اللي لقيت هنا الصراحه هو تشري الماك سيف ديالهم طبيعه الحال ابل ديما غتستفزك باش تشري منتجات ابل وهذاك الماك سيف غتبقى تخلي التليفون يتشارج الليل كله غتخليه في الماك سيف حتى بالنهار غتلقى 100% وغيدوز معك النهار كامل ولا غد ليه غتعاود تحطو في لاشارج الليل كله. فمن غير الفاست شارجين او الشحن السريع صراحه طيله هذا العام هذا ديال الاستخدام ديالي ما لاحظتش شي مشكل اللي هو كبير واللي بصح ديرونجاني في الاستخدام ديال الايفون 14 برو. انت جيمر وبغيتي تلعب لي جو بزاف فراه عندك معالج A16 بايونيك اللي تيخدم لك اي حاجه بغيتي. كنتي كتبغي تضرب تصويرات زوينين وكتصور فيديوهات واعرين فراه عندك هنا تريبل كاميراز وواحد سيت اب اللي هربان بزاف في الكاميرات لا من ناحيه الاضاءه اللي كيعطيوك ولا من ناحيه الكواليتي في حد ذاتها لا في التصاور ولا في فيديوهات ولا في البورتريتس ولا في اي حاجه احتاجيتيها. انت من الناس اللي كيتفرج في الافلام والمحتوى بشكل عام فراه عندك ايكرون واعره بزاف هربانه واخا دايناميك ايلاند فكون متاكد انك ما غتبقاش تلاحظها غير واحد جوج سيمانات ولا ثلاثه من الاستخدام والباتري اللي كيكمل معاك النهار كامل ديال الاستخدام والناس اللي غياخذوا ال 14 برو ماكس راه غيكون باتري كبر فعول على واحد الساعتين زايده بالمقارنه مع الايفون 14 برو. وباش نجاوبك على السؤال ديال هذا الفيديو واش يستحق الايفون 14 برو تشريه في النهايه ديال سنه 2023 نعم وبقوه ونقدر ننصحك به احسن من الايفون 15 برو اللي بانوا فيه بزاف ديال المشاكل. ايفون 14 برو راه مدعوم بزاف ديال التحديثات اللي صلحوا بزاف ديال المشاكل في هذا العام هذا كامل فغتاخذ واحد التليفون اللي هو واعر بزاف بواحد الثمن اللي ناقص شويه على الايفون 15 برو من غير لا كانوا شيطان عليك الفلوس بطبيعه الحال وبغيتي تمشي تشري الايفون 15 برو هذاك سوق كذاك. المهم نتلاقاو في فيديو جديد دمتم في امان الله تهلاو.